سؤال محرج بالشخص وصلوا لك انه لازم تضبط لسانك؟ انه انتبهوا تبع حكيتك. شو جاي تعمل عندي الليله؟ بدك توقعني بشي مشكل؟ قديش كنت تركض مزلط بملعب مزلط يعني؟ بعتذر من المشاهدين انطون دخيل عرضك اذا مبلشين هيك. اختيار محرج. الشيخ بيير جميل، الشيخ بشير جميل. الشيخ بشير جميل يلي بيو بيع السياده قعد يقول انه نحن الجيش ما بيطلع من امرنا شيء تماما مثل ما بيعمل هلا نيس سيد حسن نصر الله. اذا بدي زد لك على هذه الصوره، صوره شهيد كمال جملاط. في ناس عندها تاريخ دموي، في عندها فكر، وفي عندي ناس عندها تاريخ دموي بلا فكر. سمير جعجع ميشيل عون. كل من تعاون مع الخارج وقتل شعبه وجيشه هو مجرم حرب. سمير جعجع واحد منهم. كان منزل بوقت بشير جميل تماما مثل ما هلا حزب الله عم بيزلنا. اشرف ريفي سعد الحريري. سعد الحريري طلع عند حافظ عند بشار الاسد ونام بتخته. قضى حياته سياسيه. لواء اشرف ريفي له ارتباطات خارجيه، حتى هناك اتهامات كثيره لإله انه هو من يمول المحاور. طبعا هو داعشي مزبوط. كان طرحه رئيس جمهوريه؟ طبعا. بطلت ماروني مسيحي متعصب ضد الاسلام؟ انا ماني متعصب ضد الاسلام. مش انت بدك تزرع الصلبان فوق المساجد وما بعرف شو؟ اول دوز كثير. وليد جملاط نبيه بري. وليد جملاط من الناس اللي مثقفين اللي عندهم فكر. مش نبيه بري ما عنده اياها؟ لا. شامل روكو جبران بيصير. بدك تخرب لي بيتي اليوم. ليه؟ تعمل فيه. هلكنا بقصه حقوق المسيحيين وسلمها للسيد حسن نصر الله. يسمع حكي الشعب وهيدي. العميد شامل روكوز والعميد جورج نادر. هلا هو قال لي قال عني متهور. يا خيي ما فيك تعمل دولة وحزب الله موجود. حزب الله داعش. اثنيناتهم مثل بعضهم. بدي اسمعها من تمك. قول بختار. هيدي بدنا اياها بروم. القوات اللبنانية بسلاحها، حزب الله بسلاحه، من تختار؟ وهودي ميليشيات زلوني كجيش. صار رئيس الجمهورية سمير جعجع. هو بده يشلع سلاح بالله؟ شو هالحكي هذا؟ ميشيل سليمان جو قهوجي. نقل عماد قهوجي. ميشيل سليمان. ليه غيرت رأيك؟ أريل شارون ياسر عرفات. كمنظمة التحية الفلسطينية أذيت لبنان كثير، وأكثر من هيك بده يمر بجوني. سؤال محرج في السياسة. خدمت في جهاز أمن المطار، هل كان حزب الله يتعاطى في أمن المطار؟ موقف محرج. الثورة منا ثورة حزب. وين الثورة اليوم؟ العالم إذا بدك ملت يا خي عالم. وبعد بدك زل أكثر من هيك تتخليك تنزل على الشارع، وينين الناس؟ تكلم عن سلاح حزب الله بخوف. حزب الله بخدمة إسرائيل؟ 200%. إذا أمريكا بدها تقتله لحسن نصر الله، إسرائيل بتمنعه. دليل على اللي قدمها حزب الله بكل مسرحية بده يكون في مسرحية؟ طبعا. يعني دماء الشباب اللي يا حبيبي اللي سقطت، الناس اللي سقطت مسرحية. ميشيل عون فاسد، نبيه بري فاسد، سعد الحريري فاسد، وليد جبران فاسد. أنا بطلب منك تضب لسانك. هضبه.